السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلاب الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر المسار الأدبي. عنوان درسنا لهذا اليوم مراجعة عامة لاختبار منتصف الفصل الدراسي الأول، الجزء الأول من الوحدة الأولى، مدخل علم التاريخ. والآن أعزائي الطلبة، دعونا نستذكر ما تم دراسته في الوحدة الأولى بعنوان مدخل إلى علم التاريخ. تم دراسة أولاً علم التاريخ، والدرس الثاني العصور التاريخية. والآن أعزائي الطلبة، سوف أقوم بطرح أسئلة لمراجعة الوحدة الأولى مدخل إلى علم التاريخ. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي: ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الثالث، الرابع، الخامس، السادس. أحسنتم، إذن الإجابة الصحيحة هي في القرن السادس. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرن السادس، أي عام 571 للميلاد. السؤال الثاني، استخدم سكان بلاد الرافدين في التدوين التاريخي الكتابة الهيراتقية، الهيروغليفية، السريانية، المسمارية. إذن الإجابة الصحيحة هي استخدم سكان بلاد الرافدين في التدوين الكتابة المسمارية. أما الكتابة الهيروغليفية فانتشرت في الحضارة المصرية القديمة، والكتابة الإغريقية عرف بها بلاد الإغريق. والآن طلاب المتميزين، سوف نستكمل السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي: تسجيل وتحليل الأحداث التاريخية التي جرت في الماضي على أسس علمية محايدة. يشير المفهوم التاريخي السابق إلى المدارس التاريخية، علم التاريخ، أيام العرب، علم الأنساب. إذن طلاب الأعزاء، لابد أن تكون إجابتك علم التاريخ. إذن علم التاريخ هو تسجيل وتحليل الأحداث التي جرت في الماضي على أسس علمية محايدة للوصول إلى حقائق وقواعد تساعد على فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. والآن سننتقل إلى السؤال التالي، تبدأ العصور الحديثة منذ اختراع الكتابة، سقوط روما، سقوط القسطنطينية، قيام الثورة الفرنسية. أحسنتم، تبدأ العصور الحديثة منذ سقوط القسطنطينية على يد السلطان محمد الثاني. والآن سنستكمل السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي: اكتشف الإنسان النار خلال العصر الحجر الحديث، الحجر القديم، البرونزي، الحديدي. إذن لابد أن تكون إجابتك عزيز الطالب اكتشف الإنسان النار خلال العصر الحجري القديم. بدأ مع ظهور الإنسان واستمر إلى الألف العاشر قبل الميلاد. السؤال التالي، هو نوع من أنواع الكتابة التاريخية عند المسلمين يهتم بكتابة تاريخ الشخصيات: الحولية، البلدانية، الموضوعية، تراجم الرجال. إذن أحسنتم، الإجابة الصحيحة هي تراجم الرجال، فهي كتابة تاريخ الشخصيات والأعلام والأفراد من الناس الذين تركوا أثراً في المجتمع، سواء كانوا من الأنبياء والخلفاء والملوك والأمراء والقادة والعلماء في شتى المجالات. سوف ننتقل إلى السؤال التالي، من أسباب قلة استخدام الإنسان لمعدن النحاس هو: أكثر حدة، أطول عمراً، وفرته ورخص ثمنه، قلة المصنوعات.
أحسنتم، لابد أن تكون الإجابة بقلة المصنوعات. فكان استخدام الإنسان لمعدن النحاس في أول الأمر قليلاً، وذلك يفسر لقلة المصنوعات النحاسية التي عثر عليها في المواقع التي تنتمي لبداية هذه المرحلة. والآن أعزائي الطلبة المتفوقين، سننتقل إلى السؤال الثاني ونجيب على الأسئلة التالية. السؤال الأول: عدد أشهر مدارس التاريخ الإسلامي. إذن أعزائي الطلبة، لابد أن تكون إجابتكم الآتي: من أشهر مدارس التاريخ الإسلامي أولاً مدرسة المغازي في المدينة المنورة، والتي تجمع بين الحديث والتاريخ. ثانياً، مدرسة الإخباريين في العراق، والذين تميز الإخباريون في تلك الفترة بأنهم ابتعدوا عن اتباع طريقة الرواة والإسناد في عرضهم للخبر. ثالثاً، مدرسة التاريخ العربي الإسلامي، والذي تحرر بها المؤرخ تدريجياً من طريقة الإسناد إلى الكتابة المرسلة. السؤال الثاني: ما أبرز ملامح العصور المعاصرة؟ إذن أعزائي الطلبة، من أبرز ملامح العصور المعاصرة أولاً تطور وسائل المواصلات والاتصالات، مثل اختراع الطائرات والسيارات، وتطور وسائل الإعلام والاتصالات مثل الإذاعة والسينما ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية. ثانياً، الحروب العالمية المدمرة للبشرية التي أودت بحياة ملايين من البشر وظهور أسلحة الدمار الشامل. ثالثاً، ظهور حركات التحرر من الاستعمار في آسيا وأفريقيا. رابعاً، التطور العلمي في علوم الطب والفضاء. خامساً، ارتفاع نسبة التلوث وانتشار الأمراض. والآن طلاب الأعزاء، سنستكمل السؤال التالي: ثالثاً، ما النتائج المترتبة على اختراع آلة الطباعة؟ إذن أعزائي الطلبة، لابد أن تكون الإجابة كالتالي: أولاً، نشر الثقافة على نطاق واسع. ثانياً، الحفاظ على تراث الحضارات السابقة. ثالثاً، نقل العلوم والمعارف بين الدول بعضها البعض. السؤال الرابع: أوجد أوجه الشبه بين استخدامات الكتابة المسمارية والكتابة اليونانية. إذن أحسنتم، لابد أن تكون الإجابة: أولاً، تسجيل الأساطير. ثانياً، تسجيل المعاملات التجارية. إذن أعزائي الطلبة، أوجه الشبه بين استخدامات الكتابة المسمارية والكتابة اليونانية تسجيل الأساطير وتسجيل المعاملات التجارية. كما أيضاً نستطيع أن نصيغ صياغة أخرى لهذا السؤال، وهي: أذكر استخدامات الكتابة المسمارية، أو عدد استخدامات الكتابة اليونانية. والآن طلاب المتفوقين، سنستكمل الإجابة على الأسئلة التالية. السؤال الخامس: أذكر ملامح عصر المعادن. إذن أعزائي الطلبة، لابد أن تكون إجابتنا كالتالي: أولاً، كثرة التلوين والزخرفة. ثانياً، تصدير فائض الإنتاج من الغذاء. ثالثاً، ازدياد القرى الزراعية وتطويرها إلى المدن التاريخية. رابعاً، ظهور فكرة الاستثمار. السؤال السادس: عرف المفاهيم التاريخية التالية: أولاً، التقويم الميلادي. التقويم الميلادي يبدأ من تاريخ ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وحتى عامنا هذا. والتقويم الهجري هو التقويم الذي استحدثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، واعتمد هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عام 622 للميلاد. لنتابع الإجابة على الأسئلة التالية: بما تفسر سميت العصور الوسطى في أوروبا بعصور الظلام؟ إذن أعزائي الطلبة، لابد أن تكون الإجابة كالتالي: أولاً، بسبب انتشار التخلف والجهل. ثانياً،
سيطرت الكنيسة ورجال الدين المسيحي على مقاليد الأمور. ثالثاً، انتشار النظام الإقطاعي القائم على الفردية. السؤال الثامن، ما أهمية علم التاريخ؟ أولاً، استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة. ثانياً، التقليل من حدة التعصب، فهو يبين أن العالم لم يقم على حضارة واحدة أو عنصر واحد أو لغة واحدة. ثالثاً، يسهم التاريخ في تنمية الجانب الوطني لدى الأفراد. رابعاً، يقدم التاريخ نماذج حية للشخصيات الإيجابية مثل الرسل والأنبياء والعلماء والمفكرين. لنتابع طلاب المتفوقين الإجابة على الأسئلة التالية. السؤال التاسع، عدد مراحل تدوين التاريخ. إذن من مراحل تدوين التاريخ، أولاً مرحلة التجميع، ثانياً مرحلة الفحص، ثالثاً مرحلة التأويل أو التفسير. السؤال العاشر، ما النتائج المترتبة على قيام الثورة الصناعية؟ إذن طلاب المتفوقين، لابد أن تكون الإجابة كالتالي: أولاً، تقدم بعض الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج. ثانياً، اختراع جيمس وات للآلة البخارية. ثالثاً، تحول الإنتاج من الطابع اليدوي إلى الآلي. رابعاً، القضاء على النظام الإقطاعي. خامساً، تطور المدن الصناعية. سنستكمل طلاب المتميزين الإجابة على الأسئلة التالية: دلل على اهتمام الأوروبيين بتدوين التاريخ في العصر الحديث. إذن لابد أن تكون الإجابة: أولاً، تقدم النظم السياسية في الدول الأوروبية وتشابك العلاقات بين الدول. ثانياً، حاجة كل دولة إلى هيئة منظمة تتولى كتابة تاريخها. السؤال التالي، اذكر ملامح العصور الحديثة. أولاً، النهضة الأوروبية. ثانياً، حركة الإصلاح الديني. ثالثاً، حركة الكشوف الجغرافية. رابعاً، الثورة الصناعية. خامساً، حركة الاستعمار الأوروبي. سادساً، التقدم في وسائل المواصلات واختراع آلة الطباعة. لنستكمل الإجابة على الأسئلة التالية: دلل على تميز الإخباريون عن غيرهم. إذن طلاب المتميزين، لابد أن تكون الإجابة كالآتي: لأنهم ابتعدوا بعض الشيء عن اتباع طريقة الرواة والإسناد في عرضهم للخبر. السؤال التالي، بما تفسر تسمية العصور الحجرية بهذا الاسم؟ أحسنتم، لأن الإنسان كان يصنع أدواته وآلاته من الحجارة. لننتقل إلى السؤال التالي: قارن بين مدرسة المغازي ومدرسة التاريخ العربي الإسلامي من حيث المظاهر وأشهر أعلامها. إذن طلاب المتفوقين، ستكون الإجابة كالآتي: مدرسة المغازي، من مظاهر هذه المدرسة أقدم الكتب التاريخية التي تجمع بين الحديث والتاريخ، ومن أشهر أعلامها عروة بن الزبير بن العوام. أما مدرسة التاريخ العربي الإسلامي، فمن مظاهر هذه المدرسة تحرر المؤرخ المسلم تدريجياً من طريقة الإسناد التي كانت تلزمه بأن يكون مجرد إخباري أي ناقل للخبر، إلى الكتابة المرسلة التي تعني بالخبر في ذاته. ومن أشهر أعلامها: أولاً، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. ثانياً، أحمد بن يعقوب اليعقوبي. ثالثاً، علي بن الحسن المسعودي. سنستكمل أعزائي الطلبة الإجابة على الأسئلة التالية: بما تفسر نشأة مدارس كتابة التاريخ الإسلامي؟ إذن لابد أن تكون الإجابة كالآتي: أولاً، الرغبة في تسجيل وتدوين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثانياً، معرفة أخبار وأحوال الأمم السابقة لفهم وتفسير القرآن الكريم. ثالثاً، تسجيل وتدوين الأحداث التي وقعت في ظل الدولة الإسلامية
ثم تطورت لتشمل قبل وبعد ظهور الإسلام. ننتقل إلى السؤال التالي، عدد فروع العصر الحجري. من فروع العصر الحجري طلاب المتميزين أولاً العصر الحجري القديم، ثانياً العصر الحجري الحديث، ثالثاً عصر المعادن. أعزائي الطلبة، سنتابع الإجابة على الأسئلة التالية. بما تفسر، يستخدم البرونز بكثرة في صناعة مستلزمات الإنسان وأدواته. إذن الإجابة أولاً لأنه أكثر حدة، ثانياً أطول عمراً من النحاس. والآن أعزائي الطلبة المتفوقين، سنرتب الأحداث التاريخية ترتيباً تاريخياً صحيحاً. رتب الأحداث التاريخية التالية حسب العصور البشرية من الأقدم إلى الأحدث: قيام الثورة الفرنسية، سقوط روما، اختراع الكتابة، سقوط القسطنطينية. 3200 قبل الميلاد العصور القديمة، الحدث التاريخي هو اختراع الكتابة. 476 للميلاد العصور الوسطى، الحدث التاريخي الأقدم هو سقوط روما. 1453 للميلاد العصور الحديثة، الحدث التاريخي هو سقوط القسطنطينية. 1789 للميلاد العصور المعاصرة، الحدث التاريخي هو قيام الثورة الفرنسية. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.